بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من صوتكم من استوديو 9 من قناة الفلوجة الفضائية الغراء. حقيقة احنا كنا جاي ننتظر الساعات القليلة المقبلة أن تفي الحكومة بإذن الله تعالى بتعهدها بأن أزمة الطاقة الكهربائية تكون قد انتهت، بعد ما شهدنا عدد من ساعات التراجع في الأيام الماضية. فيفترض الساعات القليلة المقبلة كما وعدت الحكومة وكما تابعنا في نشرة أخبار قناة الفلوجة الفضائية الغراء في نشرة الثامنة ما صرح به المتحدث باسم الحكومة، ووعد الحكومة بأن الساعات القليلة المقبلة ستنتهي هذه الأزمة في ظل الإجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء الأخ سيد محمد شياع السوداني في يوم أمس وأعلنها بشكل مباشر للشعب العراقي. هذا رصدنا الأول. رصدنا الثاني أيضا، يعني اليوم الأوساط التربوية في محافظة ذي قار تحديدا مدينة الناصرية انصدمت وتفاجأت من قيام مديرية تربية محافظة ذي قار بإصدار عقوبة بحق المراقب الامتحاني وهو الشاعر العراقي الكبير مرتضى الأزرقي بسبب الفيديو الذي تم تصويره قبل أيام وهو يقوم بمحاولة التخفيف عن طلبة إحدى المدارس في مدينة الناصرية. وما أعتقد هذا الشيء، بالعكس هذا الشيء الذي قوبل بملايين ردود الفعل من العراقيين وحتى العرب الذين يثنون على دور المعلم والمدرس والمراقب الامتحاني العراقي في الوقوف مع الطلبة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض معدل تجهيز الطاقة الكهربائية وانعدام كل المستلزمات الضرورية من مبردات وبنكات ومي شرب بارد ماكو. إذا هذا الرجل كعراقي تصرفه بعيدا عن والله شلون دخل الموبايل وما دخل الموبايل، يا أخي افترضوه جاي أي يجوك أيوة في الزيارة ومراقبين امتحانين هم تدخل وياهم كاميرات، ما تدخل كاميرات؟ يعني الآن لو أجا مدير التربية أو إجا الوزير وزار إحدى المدارس ما تدخل ويا إحدى الكاميرات الصورة؟ شنو بيها؟ شنو العيب اللي بيها؟ وشنو الجريمة اللي اقترفها؟ فالأوساط التربوية انصدمت وتفاجأت على شنو تصدر عقوبة، ومو بس عليه، على بقية الأساتذة. يعني إحنا من استوديو 9 مو نستهجن هذا الشيء، وإنما ندعو رئيس مجلس الوزراء الأخ السوداني وحتى وزير التربية الجبوري ما أعرف نسيت اسمه إبراهيم نامس، شنو هالإجراء يعني؟ وليش ما يتدخلون بشكل مباشر؟ يا أخي أنت جاي تعطي صورة إيجابية، والله العظيم هاي لو بالسعودية، هاي لو بالكويت، هاي لو بإيران، ما أرد أقول لو بتركيا وبأوروبا لكان رئيس الجمهورية دز عليه كرمه، لأن هذه حالات إيجابية لازم يتم الوقوف معها وتعزيزها. والله مو احنا، لا والله شنو هذا تصرفك فوضوي؟ شنو الفوضى بالموضوع؟ يعني عندي اسال كمواطن، يعني واحد بالناصرية يرسم يجمع الزبالة رسم عريان سيد خلف، قلت له راسم فلان، هم زي ما قالوا له رسم تنور حمدان يمين، هسه احنا عراقي كنا نشابه شو نسوي؟ نقص خشومنا لو نسوي شعرنا سبايكي حتى ترضون؟ يا عمي مو هيك الدنيا يا عمي. الحالات الايجابيه لك شوف الامارات، شوف الشيخ محمد بن راشد جاي يسوي، شوف الشيخ محمد بن زايد جاي يسوي، شوفوا قطر تعلموا، شوفوا الشيخ تميم سوى. الحالات الايجابيه بالعالم اجمع يتم التفاخر بها، احنا نعاقبه، اللي يجمع زباله وينظف نعاقبه، اللي يوقف ويا الطلبه ويخفف عن معاناتهم نعاقبه. هذا يا حكم هذا، يعني حقيقه ذول اللي يسوون هيك تصرفات يريدون يفشلون الحكم. طيب ليش؟ شنو مصلحتكم؟ يعني شنو مصلحتكم انه انتم تخلون كل واحد يتردد ان يقوم بفعل الخير؟ ليش تخلوه يتردد؟ هل هذا من الدين؟
هل هذا من العرف؟ هل هذا من القانون؟ هل هذا من الأخلاق؟ لا والله. فأنا الأخ السوداني جيبوا لي صورة أبو مصطفى، الأخ السوداني الأمر يمك يا أخوي، أنت من تطلع تقول والله أكو بعضهم يريد يخربون شغلنا يا عمي، هذول جاي يخربون، مدير التربية ومدري منهم جاي يخربون يا عمي، قول لهم إيش ده تسوون؟ قول لهم إيش ده تسوون أخي؟ بهيج حالات أكو فرق بين القانون وروح القانون، بين العدالة وروح العدالة يا جماعة، ما تعرفوها يعني وإحنا نعلمها، والله عيب علينا نعلمها لكم يعني، مستحيل. أكو قانون اللي هو مواد قانونية جامدة ثابتة، لكن الذي يتحكم فيها ما يسمى بروح القانون. أكو جانب آخر لتفسير القانون. أنا بدل ما أقول له ليش دخلت الموبايل، أدز عليه أقول له بارك الله بيك وتسلم على التصرف الذي قوبل بملايين ردود الفعل الإيجابية واللي أثنت على دورك، لكن بالمقابل إحنا نريد نقول لك نرجوك بالمرة الجاية لا تستخدم الموبايل، لأنه هذا حتى يمشي القانون. هاي يسمونها روحية القانون. وياي من الناصرية المراقب الامتحاني الشاعر العراقي الكبير الأستاذ مرتضى الأزرق. أستاذ مرتضى يعني أنا والله ما أعرف شو أسألك، بس احكي لنا شنو صار، حياك الله. أول شيء السلام عليكم حبيب أستاذ أنور الحمداني وكل متابعيك ومتابعي قناة الفلوجة الموقرة، وشكرا لك لنقل الحقيقة، ودائما أنت سباق لفعل الخير، الشكر الموصول والدائم لك أكيد. اليوم أستاذ أنور كان عفوك فت الصورة يا جماعة، رجع لي بسرعة، رجعت إيه هسه رجعت، تفضل. العفو أستاذ أنور، اليوم كنت رحت للقاعة الامتحانية والمركز الامتحاني اللي هو مدرسة الخوارزمي بمدينة الصدر بالناصرية. شو اسمها مدرسة مدرسة الخوارزمي. الخوارزمي مدينة الصدر الناصرية. مدينة الصدر الناصرية بالضبط. نعم تفضل. فمن رحت لقيت لجنة قدامي موجودة، فرحنا على حسب الأصول ورحنا دخلنا للقاعة ودخلنا الطلاب. أجل واحد من هم ذول اللجنة اللي دزوهم وياي، سبحان الله بنفس القاعة اللي هي نفسها اللي هفيت بها هذا المقطع. شوف المقطع. أول ما دخلنا انطيت الدفاتر ووزعنا الأسئلة، طفت الكهرباء الساعة 7:05 بالضبط، الحد الساعة بالثمانية يا الله اجت الكهرباء. فقال منو اللي مصور؟ قلت له انا استاذ اللي صور. ارجع له. قال ليش صورت؟ قلت له والله انقل المعاناة، وهذول ولدنا وابنائنا، وانا قلبي ما طال الصراحة، اريد يصير يوصل للمسؤول على مود يشوفون هاي الحالة ويوفرون، وبكل نية بيضاء ونية صافية يعني بدون أي قصد. أمر أي قصد شاهد الله. فمن هذا الباب أنا التواصل، قال لا هم عراقيين خلي يتحملون الحر. شو اسمه هذا الأستاذ؟ شو اسمه؟ والله ما أعرف، وهو اللجنة اللي جو يوم ما أعرف. لجنة من مديرية التربية ديقار. من شو اسمه بالضبط؟ من مدير لجنة الامتحانات أستاذ وليد. أنا أصور وليد التربية. وليد شو اسمه؟ يعني اسمه ابوه لقبه وليد الفيار، معروف هو مدير لجنه الامتحانات. وليد لا جايك بالحس. وليد الفيار اتصور الفيار تمام. يعني حتى مدير التربيه احتمال ما يدري يعني قصدك مو ما اتصور، لان مدير التربيه انسان تربوي وصاحب خبره وقيادي من الاوائل ومن اللي قدموا للتربية طبعاً. شو اسمه تحياتنا واحترامنا إليه. سيد يونس ألف تحية إليه. تحياتنا أستاذ يونس. وكذلك مدير قسم تربية الناصرية أستاذ عماد الإبراهيمي أبو مريم ألف تحية إليه. والنعم الأستاذ عماد الإبراهيمي. نعم. كذلك المعاون أستاذ وصف طاهر ألف تحية وحب وتقدير إليه، وكذلك أستاذ حسين دكتور حسين الزيادي. والنعم. ناس مهنيين وناس يقدرون كل الأمور. مع جل احترامي للبقية أكيد أكو ناس منصفة وأكو ناس
وي الطالب وي الظرف مثل ما قلت ويروح القانون. فقال ليش صورت؟ قلت له يعني توصل المعاناة مال الطلاب وبنفس الوقت ردت أخفف عنهم، وهاي ضغوطاتهم وامتحان وهاي ثمرتهم وهذا حصادهم جاي مثل ما تعرف. قال لي خلي يتعلمون على الحرب هم عراقيين. قلت له ليش يتعلمون على الحرب؟ خب يتعلمون خب يوفروا لهم هذول اذا عراقيين ذولا خلي يوفروا لهم حقوقهم، خلي يوفروا لهم ابسط شيء هي من ابجديات الخدمات هي الكهرباء استاذ انور. ف الحاصل شويه راح رجع كذا حكى قال انت شلون صار؟ قال اخر شيء خلصنا جمعنا الدفاتر الامتحانيه والاسئله وهاي ورجعنا قعدنا بالاداره. فقال انا دزيت التقرير للاستاذ وليد وهذا اللجنه اللي اجى، واستاذ وليد قرر اعفاء الكادر كله يعني المدير والمعاونين والكادر المراقبين كله وحتى موظف الخدمه القطيه اللي اسمه فريد. والله جايب شيء قال لي يعني 75 راح يقطعونها مالتي 75000 اي والله العلي العظيم. قال ال 75 يقطعونها مالتي. قلت لا انا يمي ما لك علاقه ما طلعت وراي خطيه. قال انت شاعر صوتك مسموع كذا. قلت له ما لك علاقه يمي. ف قعدنا قال كذا. قلت له استاذ انا قلت له انا ما مسوي يعني سرقه العصر ولا مسوي جريمه ولا عندي مجزره سبايكر انا على مود انتم تحاسبوني. انا من باب انساني وصلت هاي الرساله هاي واحد. اثنين قلت لا انا وين القانون؟ والقانون على راسي بما حتى لو ما يطبق على الكل بغض النظر هو ولو عندنا احنا القوانين عوراء. فقلت له انا اللي اتحمل كل المسؤوليه لان انا اللي صورت الناس ما لها علاقه شنو ذنبها؟ ليش تخليني اتاذى انا على موتهم؟ هسه ما اتاذى على عقوبتي انا وياك بالقانون شو تريد؟ شو يجرى خليه يجرى بس هذول ناس ما لهم علاقه. والاستاذ الدكتور فلاح تحياتنا اليه والله العظيم رجل مهني ورجل تحس عنده روح الابويه وروح الانسانيه تجاه الطلاب وكل الكادر الموجودين. فقلت له هذول ما لهم ذنب ليش انت جيت تعاقبهم لان انا صورت؟ قال هاي بعد صارت. قلت له خلاص اتفقنا احنا الكادر العقوبه صدر لكم اياها شفويا 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 عن رئيس لجنه الامتحانات في ذي قارئ بالناصريه اللي اسمه الاستاذ وليد. لا لا اللجنه اللي دس استاذ وليد مو اللي لا هو وليد القرر غير قال لك وليد قرر بالضبط بالضبط. قلت له انت شو بسرعه استاذ دزيت التقرير هذا واجت العقوبه زين ليش ما قلت له طافي الكهرباء؟ يعني قلت له يعني هو من جاكم اليوم طافي الكهرباء من جاكم اليوم طافي الكهرباء طافي الكهرباء اي خلي يطلعون اللجنه والكادر موجود والطلبه الاحبه كلهم موجودين وخلي يسالون. هاي واحد. اثنين قلت له يعني انت الكهرباء اللجنه اجت والكهرباء ما اجت اللجنه توصل والكهرباء ما وصلت هاي مو يمهم. فانا كان مشكلتي اصلا مو وزاره التربيه احنا هاي المشكله نعاني منها والكهرباء نعاني منها صار سنين من قلت لك مثل ذاك اليوم من عهد الهدام والعهد الى هذول اللي انصرفت عليها مليارات الدولارات وماكو اي نتيجه للاسف. فالحاصل اجتمعنا بعدين احنا ككادر المراقبين والمدير مدير المركز الامتحاني توجهنا وين؟ للجنه الامتحانات الاستاذ وليد. دخلت عليه انا وولد المعاون وياي السلام عليكم السلام. قلت له انت استاذ مصدر عقوبه بينا واعفاء جماعي انا والاخوه الكادر بمدرسه الخوارزمي. قال لي بالضبط. قلت له بس استاذ هم ما عندهم اي يعني ذنب انا اللي مذنب انا اللي مذنب والعقوبه المفروض انا اتحملها وحدي لان الناس ما لهم علاقه لا ناقه ولا جمع. قال لا شو اسمه هم بعد عقوبة جماعية هذا خلل وش اسمه. قلت له استاذ أنا أنت سي وأنت بالرسول الله وأهل البيت هم أهل الناس وتسامح وعاشيته بكل احترام وكل وقار وهم استاذنا على راسه. قال لا كفر وكأنما احنا بزمن صدام حسين للأسف الشديد. قلت له استاذ انا اللي جاي اقول لك وانا تأذيني انت ذا يتعاقبون بسببي. كم واحد هم؟ قال لا هم 11
11 واحد وين الموظف الخدمي؟ قال انتم مخربطين والمدير مخربط. قلت له لا ما اسمح لك هذا الحش، احنا ناس تربويين واحنا اصحاب رساله واحنا اصحاب مبدا، وشفنا ولدنا وشفت حاله انسانيه ومن باب حضاري انا صورتهم على مود يوصل للمسؤول المعني على مود توصل رساله لا اكثر ولا اقل. انت ابنك بنتك تقبل عليها بهذا الوضع؟ اكيد ما تقبل. فعندك احنا ردنا نوصل رساله، اكو اماكن بديله عن هاي المدرسه، اكو مدارس اهليه واكو جامعات واكو واقعات مكيفه تقدر التربيه توصل الطالب لهذا المكان وتوفر له هاي الامور الخدمات البسيطه اللي هو يستحقها ويستاهلها ومن حقها. فقال لا انتم مخربطين. قلت له لا انا ما اسمح لك، احنا ما مخربطين وكذا. فقلت له على مود، قلت له لان الوضعيه ترى صار راي عام، يعني خاف تكبر عن واقع حل القضيه. قال وان كان راي عام. قلت له انا اذا هم يعني لي حق راح ادافع عن نفسي وانت امشي براحتك، انت امشي باللي تشوفه وانا اللي انا هم لي حق ادافع عن نفسي. خلينا وطلعنا. فالولد خطها. قلت له احنا مو رقيق ولا عبيد ولا شو اسمه من تقول لنا مخربطين، هم ناس واحنا ولد عشائر والناس والناصريه عشائر واصلاء وعشائر اصيله وعرب، فانت المفروض ما كان منك تقول هذا الكلام. هو من الناصرية؟ هو من الناصرية؟ من الناصرية بالضبط يا استاذ. ف يعني انا هسه من خلالك استاذ اول شيء اخاطب رئيس الوزراء. خل ترجع الاشاره. طبعا احنا نشكر ايضا دور الاستاذ سعد الركابي مراسل قناه الفلوجه الفضائيه المتميز في محافظه ديقار، وإن شاء الله تعود الإشارة ويا أستاذ سعد الركابي حتى نستمر باستماع إلى رسالة الأستاذ الشاعر العراقي الكبير والمراقب الامتحاني مرتضى الأزرقي، ونجدد مطالبتنا بأنه لا يمكن ذلك. يعني لا يمكن إحنا كل واحد يشتغل زين نقول له والله ها أكو شلون دخلت موبايل. لا، نستعامل ويا الناس بروحية توصل رسائل إيجابية للجميع. وين الأستاذ مرتضى؟ ما رجع؟ أستاذ مرتضى وينه؟ رجعوا لي إشارة أستاذ مرتضى. بانتظار إذا الإشارة تأمن مرة ثانية من محافظة ديقار مدينة الناصرية مع الأستاذ الشاعر والمراقب الامتحاني مرتضى الأزرق، الذي فوجئنا اليوم وانصدمت الأوساط التربوية في محافظة ديقار بتوجيه عقوبة له مع 11 مراقب، والتهمة أنه شلون استخدمتم الموبايل للتصوير عن معاناة الطلبة في مدرسة الخوارزمي بمدينة الناصرية بمدينة الصدر في الناصرية. وهذا الشيء يعني حقيقة يعني صدمة. يعني لو نشوف الفيديو، والله شوفنا الفيديو، يعني هو شنو شو صرف؟ هو نشر فيديو جاي يساعد الطلبة لأن كهرباء مقطوعة ويومية، حتى اليوم من جاي اللجنة الامتحانية واللي صدرت قرارها هو الكهرباء مطافية. استاذ مرتضى حتى لا تروح الإشارة، متفضل قول لنا شنو رسائلك بشكل مباشر وياك الكاميرا. والله استاذ انور رسائلي بشكل مباشر، اول شيء انا ما اريد الكادر اللي وياي والمدير ان يتعاقبون لان انا المسؤول، وهذا مو قصه ايثار ولا، ولكن انا وي كل قانون، واحنا يعني نأتمر بالقانون، وهذا يعتبرونه خطا، يعتبرونه حاله انسانيه، مرات حتى بالشرع يقولون والانسانيه انت المفروض تميل لصفحه الإنساني. هاي واحد. اثنين، أناشد أنا الأستاذ محمد الشاعر السوداني أن يشوف بعين الاعتبار هاي الحالة اللي هي وصلت لكل عراقي، ويعني يشوفه وهو يقرر. وكذلك أوجه رسالتي لرئيس مجلس النواب الأستاذ محمد الحلبوسي، وكذلك إلى معالي وزير التربية المحترم أن ينظر بعين الاعتبار والأبوية لهاي الحالة اللي صارت، وصارت أمام الأنظار وموجودة بالمقطع ومنتشر يقدر يشوفها. أنا إذا كنت مخطئ هذا
يعني انا المذنب وانا اللي اتحاسب وانا اللي اتعاقب، والاخوه الكادر التدريسي والموظف الخدمه هذول ما عليهم. للاسف يعني. والله للاسف ايه. للاسف والله اي والله اي والله والله. شوف استاذ مرتضى، احنا كعراقيين كمواطنين، ماكو مواطن اذا ما افتخر واعتز بشهامتك. بالضبط. وهذه الخطوه اللي سويتها اللي هي تمثل العراقيين جميعا وروحيتنا كعراقيين، لكن هذا التصرف اللي تصرفوه اداريا والله معيب، والله معيب. يعني هذا اللي اسمه وليد عيب عليه. هذه مو فوضى وهذه مو خربطه، هذه قمه الاخلاق. اذا هو عراقي ويشعر شنو معنى العراقي من يشوف اخوه وابنه بهالظرف. فللاسف استاذ للاسف العراق صاحب غيره وشهامه وعنده عزه نفس. انا والله العظيم اذا وصلت هيك الامور والله العظيم خلي يفصلنا وانا اقدم استقاله، ارجع اشتغل عماله ولا ابقى هيك واحد يصيح عليهم خربط، واحد يقول لي كذا، واحد محشومين محشومين محشومين. أيوة. محشومين. كرامتي فوق كل شيء وان شاء الله ما يصح الا الصحيح. واحنا ما راح نقول انه هذا الاخ وليد يسحب قراره، لكن نقول بالله عيب علي يسكت. وما اتوقع انه واحد يشعر بروح وطنيه يسكت. لا، يجب ان تتدخل، ومدير تربيه محافظه ذي قار يجب ان يتدخل. هي الاكتفاء بانه يا اخي بعد لا تصور، الرساله وصلت خلاص، اما عقوبه ما عقوبه الى بالله، خلينا نشوف ايش راح يصير. انا اشكرك استاذ مرتضى، الله يبارك بك. الله يسلمك. ونبقى بتواصل وياك على اي مستجد. الله يحفظك ويحفظ اهلنا في محافظه ذي قار جميعا. شكرا جزيلا استاذ مرتضى. جزيل الشكر وما قصرت. شكرا جزيلا. واجبي خادم. انا خادم. الله يحفظك. مخدوم. مخدوم. الله يرفع راسك. الله يسلمك. السلام عليكم. نروح الان الى مدينه الصدر واهلها الكرام مباشره مع كبير مراسلي قناه الفلوجه الفضائيه الاستاذ علي عبد الكريم، الذي هو معنا الان في تغطيه مباشره لوقفه جديده من اهالي مدينه الصدر الكرام لنصره القران الكريم، تلبيه لدعوه سماحه السيد مقتدى الصدر عزه الله ان انصروا قرانكم و قفوا وقفة رجل واحد بوجه كل من يسيء إلى معتقداتنا وإلى قيمنا ومقدساتنا الدينية. أستاذ علي حياك الله. حياك الله والكلمة لك، تفضل. حياك الله أستاذ أنور، تحية لك ولجمهور الاستوديو التاسعة وكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. نحن الآن متواجدين في مدينة الصدر. ممكن أن تشاهد من خلفي المئات من أهالي مدينة الصدر والمناطق المجاورة لها اليوم ومن جميع مناطق بغداد، جاءوا إلى هنا نصرة للقرآن الكريم. وأيضا هناك تنديد في المثلية، والكثير من الشعارات اليوم ترفع. أبرز هذه الشعارات هي نعم نعم للقرآن الكريم. أيضا للحديث أكثر سينضم لنا السيد إبراهيم جابري القيادي في التيار الصدري. اهلا بك. حياك الله سيدنا، ضيف عزيز على شاشه قناه الفلسفه الفضائيه. حدثونا اليوم عن هذه الوقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس جديدا على آل الصدر الكرام على هذه المواقف العقائديه والوطنيه في مثل هكذا تجرؤ على القران الذي تجرى عليه احد من هنا من السويد، وللاسف الشديد. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هنالك قوه وشجاعه لسماحه الزعيم العراقي مقتدى صدر ان يذكر الاسلام ان لدينا دستور وقد تطاولوا عليه. فهذا ليس جديد ان يكون مقتدى صدر هو المقاوم الاول في كل شيء، قاوم الاحتلال وقاوم داعش، واليوم يقاوم كل الفاسدين والذين يراوغون مره اخرى كي يكون هنالك طائفيه بين الاسلام وبين المسيح. لكن ان شاء الله تعالى دائما يؤكد سماحه السيد ان يفوت الفرصه على الطائفيات العقائديه. اليوم تجروا على الدستور وهو دستور الاسلام وهو القران، وللاسف الشديد هنالك شعوب وهنالك امم قد صمتت لهذا الموقف، لكن لن يصمت المقاوم الشجاع الكبير سماحه الزعيم العراقي مقتدى صدر. فهبت كل ابناء الشعب العراقي في كل المحافظات كي تندد بهذا الاجرام الكبير الذي فيه حرق القران الكريم، وكذلك حرقنا ايضا اعلام المثليين الذين للاسف الشديد جاءوا كي يفسدوا ابناء الشعب العراقي والشعوب الاسلاميه الاخرى. اليوم نشوف الحضور في بغداد وجميع المحافظات، المئات وربما يصل الى اكثر من مليون محتج على حرق القران الكريم في عموم المحافظات العراقيه. بالتالي هناك الكثير من الرسائل، طبعا البعض يتحدث ايضا حتى هناك رسائل سياسيه.
الكاشير. حقيقة هذه الرسائل تعرف أن هناك حكومات قد صمتت، لعل هناك مجاملات على حساب الدين وعلى حساب القرآن الكريم وعلى حساب الإسلام، لكن لا يجامل مقتدى صدر ولا يجامل أبناء الشعب العراقي ولا يجامل الإسلام الصحيح الرصين على هكذا تجر على القرآن الكريم. فنبقى إن شاء الله تعالى خلف هذه القيادة الحقيقة المتمثلة بسماحة الزعيم العراقي مقتدى صدر كي يأخذنا إلى بر الأمان. سأل علي اسألنا سماحة السيد إبراهيم الجابر، تحياتي إليه. قل له سؤال، بالعالم الإسلامي لماذا فقط بالعراق سماحة السيد مقتدى الصدر والصدريون الذين وقفوا هذه الوقفة المستمرة؟ تحياتي إليه. هذا السؤال بالعالم الإسلامي، حتى في العالم هم الذين وقفوا هذه الوقفة المشرفة. الكل يعرف أن ما يتمثل به سماحة الزعيم العراقي مقتدى صدر، وأنا قلتها قبل قليل، لو كان في الإسلام وفي المعمورة رجل كمقتدى صدر لأول من تحدثوا فيه، لكن مقتدى صدر هنا في العراق ما دام هو المقاومة وما دام هو الشجاع وما دام هو يقود كل الأمة هنا في العراق كقضية عقائدية وإسلامية ووطنية، فيبقى إن شاء الله تعالى التيار الصدري هو المدافع عن كل العقائد الإسلامية، وهي الوقفة الأكبر على مستوى كل العالم. طبعاً كل وما تحدث كل العالم، كل العالم يعلم بذلك، لكن إن شاء الله تعالى كما تعلم وكما تشاهد الوقفات كلها وقفات سلمية كما أرادها سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر. شكراً جزيلاً سيد إبراهيم الجابري. أيضاً سنتحدث مع عدد من القيادات، قيادات التيار الصدري، وأيضاً من قبل المواطنين أيضا من خلال تواصلنا معهم، وأيضا سنحاول أن نتحدث مع أكبر عدد من المواطنين. السلام عليكم، شلون صحة اليوم بث مباشر؟ حدثنا اليوم عن وقفتكم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة العالمين أبي الزهراء محمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن هو الكتاب السماوي خاتم الأديان الذي جاء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله، ونحن نقول أنه إحدى الوصيتين التي أوصى بها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قدوتنا، نموت ونحيا من أجل القرآن. نعم نعم للقرآن، نعم نعم للقرآن، نعم نعم مقتدى، نعم نعم للإسلام. نشتغل وجودنا وجودكم أيضا. تحدث عن الخدمات المقدمة في المدينة، موضوع الماء، الكهرباء، تفاصيل أخرى، كيف هي الخدمات؟ حقيقة هذه مظاهرات نصرة للدين وللإسلام وللقرآن. نحن لا ننتظر من هذه الحكومة أي خدمات، وليس معنا أي الحكم ولا يمثلنا أحد في الحكومة. نحن رهن إشارة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، رهن إشارته بأي أمر كان. أيضا سنحاول أن نتحدث وننقل الأجواء هنا داخل مدينة الصدر. أي تفضل احكينا. الكهرباء طبعا احنا ما حد هي ملاحظ النقطة مال رئيس الوزراء محمد شاع السوداني مال النفط الخام. النفط الخام انت من تريد تطيل لإيران وجاي تاخذ من يمهم غاز، هذا نفط الخام بدل ما اعطيه اجيب شركات من الصين اخليها هنا بالعراق، اخليها اكو شركات، يعني اكو على المستوى البعيد، شطل عني انا من النفط الخام اطلع غاز كمواطن اليوم. خلي كمل استاذ علي. الكهرباء زفت. انا هسه احكي لك، قطاعي يعني الصبح تطفى تشتغل ساعتين وتطفى، شو تسوي؟ انزع ملابسي وين اروح اقعد بالواب انتظر ايش وقت الله يفرج علينا على مود تجي الكهرباء الرئيسيه ونروح نشغل او مبرده او سبلت على مود النام على حب الله واهل البيت وعلى حب مقتدى الصدر النام. بس احنا شنقول لهم؟ نقول لهم خايف على دموعك، خايب بجيهن، خايب على دموعك، خايب بجيهن. التجارة ويا بيت الصدر فلوسهن بيهن، واللي يمس الصدر خلي يحسب حسابه، ترى احنا مسودنين ونجي نهوس ببابه. تحياتنا لأنور الحمداني، وتحياتنا لكل واحد شريف. نقول لهم الله الله بهالشعب، ترى الشرارة لا تنطلق، انتم استغلوها. كافي يا حكومتنا، كافي يا حكومتنا. كهرباء ليش؟ شنو الكهرباء؟ شنو قيمتها؟ شنو ايران؟ ايران شنو ايران؟ استورد من المغرب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اليوم خرجت الجماهير مدينة الصدر
ضد مناصرة القرآن الكريم، ضد حرق القرآن الكريم، ومطالباتنا بالسفارة السويدية. خرجنا ضد السفارة السويدية وضد حرقة القرآن، وهذه دولة السويد هي دولة ضد الإسلام وضد القرآن، ونطالبهم بتسليم هذا الذي حرق القرآن. وهذه حكومة لا تطالب بمن حرق القرآن، وهذه الدولة دولة الأحزاب. ما دام دولة الأحزاب هي دمار للشعب العراقي، لا كهرباء لا ماء، في هذا الجو ما تستطيع توفر كهرباء، فدولة الأحزاب هي دمار للشعب العراقي، دمار للشعب العراقي. أيضا ننوه أن جميع الآراء هنا محترمة، بالنهاية القناة لا نتبنى هذه الآراء، هي آراء المواطنين وحق الرد أيضا مقبول للجميع. أيضا أستاذ أنور، ممكن أن نستطلع هنا الأجواء أكثر، وأيضا بس دائما بيجي حالة أستاذ علي، دائما بيجي حالة، بما أن المواطن يحكي فالحق للمواطن، هذا القانون، إذا أكو بين مسؤول والمواطن فالحق للمواطن. صوت المواطن. الله يبارك لي، الله يبارك لي. هي محترمة هنا، وأيضا نشاهد هذه الفعاليات أيضا هنا داخل مدينة الصدر. هناك الكثير من الأهاجيد. السلام عليكم. شلون الصحة؟ جينا اليوم عن الأجواء ووقفتكم هنا. والله الحمد لله والشكر لله. هاي إن شاء الله رسالة إلى حد محرم الحرام إن شاء الله. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما تمسكم لن تظلوا بعدي. وهذا كتاب الله، كتاب القرآن الكريم، يجب أن الدفاع عليه، الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم القرآن الناطق محمد وآل محمد، وهذا القرآن الصامت، القرآن الكريم، كتاب الله الذي وصى به رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب نصرة القرآن الكريم ودافعين على الإسلام، وقول نعم نعم للإسلام، نعم للمذهب. وجميع نشكر جميع الأطياف من سنة والشيعة وعرب وأكراد، والوقفة مع القرآن الذي دعا بها سماعة السيد القائد المصطفى. هاي مو جديد على سماعة السيد القائد مقتدى الصدر، هي من دخول الاحتلال الأمريكي الجمال ولحد الآن هو المدافع عن الإسلام وعن القرآن وعن محمد وآل محمد، على المذاهب وعلى جميع الطوائف، ناصر للدين والمذهب وللأمة الإسلامية. وإن شاء الله معك يا ابن محمد هذا لآخر نفس، وعلى هذا القرآن إن شاء الله، هذا الوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر نفس، ندافع على القرآن الكريم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله معك لا مع عدوك. أمنتم والسلام عليكم ورحمة الله. وقول أنت أول واحد غرد، أنت أول واحد غرد من مس القرآن، أنت أول واحد غرد من مس القرآن. أول واحد أنور، هذه هي الله يبارك فيهم، الله يبارك فيهم. مدينة الصدر، تحية لهم، بارك الله بهم، بارك الله بهم. هناك أيضا يعني مشاكل تحدثنا بها سابقا بما يخص موضوع الكهرباء والكهرباء. قبل قليل المتحدث باسم الحكومة سيد باسم العواري كان معنا على حصاد الفلوجة في الأخبار، تحدث ستكون هناك أيضا حلول عاجلة خلال الفترة الساعات المقبلة إن شاء الله. بعد الانتهاء من مشكلة الغاز الإيراني، ربما أيضا ستحل هذه المشكلة خلال الأيام القادمة. المواطنين هنا ينتظرون حلول عاجلة من قبل الحكومة العراقية. درجات الحرارة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة ونحن اليوم في ذروة الصيف والأجواء حارة جدا، بالتالي يحتاجون المواطنون إلى الخدمات بما يخص الماء، الكهرباء، غيرها من الأمور التي وعدت أيضا الحكومة بحلها خلال الفترة القريبة القادمة. اليوم نشاهد يعني جمع كبير هنا من المواطنين أيضا في مدينة الصدر ينددون بحرق القرآن الكريم، وأيضا لديهم الكثير من المطالب. نعم استاذ. الله يبارك بك سيد علي، تحياتنا للجميع من الفلوجة قناة، ومن الفلوجة مدينة إلى مدينة الصدر. قولهم الفلوجة كقناة ومدينة تسلم على كل أهل مدينة الصدر. يوم الفلوجة كقناة وكمدينة تسلم عليكم كلكم. الله يبارك فيك. إذا الأستاذ علي عبد الكريم كبير مراسلي قناة الفلوجة الفضائية كان ببث مباشر من مدينة الصدر لهذه الوقفة التي ما زالت مستمرة والتي بدأت في الساعة 9 من مساء هذا اليوم، نصرة للقرآن الكريم والمطالبة. يعني هاي بالله شفنا، نرجع للصورة، يعني رافعة شعار نعم نعم للقرآن الكريم، ويا ريت بالكاميرا يسحب
الكاميرا حتى نشوف هذا الجمع الغفير من أهالي مدينة صدر وهم يواصلون تلبية دعوة ونداء سماحة السيد مقتدى الصدر بنصرة القرآن الكريم ورفض أي اعتداء على مقدساتنا الإسلامية. وبارك الله بيخلي اسمع صوتهم، هل اسمع صوتهم؟ هل الصوت؟ ما بصوت بعدين؟ ما سامع. سلم عليهم. هوسه قلوب يريد يخف. بارك الله فيهم. إذا تحياتنا لهم جميعا. حقيقة اليوم صحينا على خبر أنه يقول لك أسئلة الفيزياء تم تسريبها قبل ساعات من الامتحان. بعدين قالوا لا هذه مو الأسئلة كاملة، ويعني تم التغاضي على الموضوع ولم يصدر موقف رسمي. اليوم إلى هذه الساعة طلبت المدارس العراقية في الامتحانات النهائية يطالبون بالدخول الشامل التكميلي في للدور الثاني، ويستغربون أنه هذه المشاكل اللي تصير بالأسئلة لهذا العام. حقيقة وياي الآن مباشرة الأستاذ حيدر الموسوي. السيد حيدر الموسوي هو باحث وتربوي ويانا مباشرة. سيد حيدر، سعيد أن نلتقي جنابك الكريم، ويا مرحبا وأهلا وسهلا بكم. يا حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. مساء الخير عليكم وعلى العراقيين أجمع. مساء الخيرات، وسعيدين أن نلتقيك باستوديو التاسعة من قناة الفلوجة. وسؤالنا الأول، ما هو تقييم السيد حيدر الموسوي كباحث وكتربوي لما يثار الآن حول الأسئلة بشكل عام في هذه الأيام، بين الصعوبة بين بعض الأخطاء كما في مادة الأحياء أو المواد المحذوفة أو مواد الاطلاع أو اليوم تسريب أسئلة الفيزياء، شو شايف الموضوع جنابك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك أخي أستاذ أنوار، قناتكم، مشاهديكم، متابعيكم الكرام. حقيقة إذا ما ذهبنا لتقييم العملية التربوية، ليس فقط امتحانات هذا العام، لتقييم العملية التربوية منذ فترة، نحن نتحدث دائما أنه العملية التربوية في تراجع مستمر في هذه القضية. لم نشهد لحتى هذه اللحظة إجراءات حقيقية، لربما هذه الإجراءات تنهض بالواقع التربوي والتعليمي. ناهيك، نعم وصلنا إلى المرحلة التي نحن بها الآن، امتحانات لعام 2023، العام الدراسي 22-23. أنا أعتقد هذه الأسئلة التي وضعت هي خالفت بشكل كبير جدا التصريحات التي تحدثت بها وزارة التربية، وعلى لسان حقيقة أحد وكلاء وزير التربية، وأعتقد يمكن دكتور فلاح القيسي، عندما تحدث وقال أنه سوف تكون هنالك توزيع لصعوبة ولفقرات، وكذلك أشار إلى أن هنالك اختيار لبعض الأسئلة من أسئلة المواد في الكتاب، وبالتالي كان يستبشر الطالب أن تكون هذه الأسئلة توضع بشكل يراعي حقيقة الوضع التربوي والتعليمي والوضع الاجتماعي للطالب العراقي. بداية برنامجكم شاهدنا الأستاذ الذي حق نتيجة العمل الإنساني تمت عقوبته بسبب انقطاع التيار الكهربائي. هذا الظرف حقيقة اللي في داخل التلاميذ، لا يوجد هنالك قاعات حقيقة مهيئة بشكل حقيقي، لا توجد هنالك حقيقة عملية تربوية حقيقية. أيضا الأخوة في لجنة وضع الأسئلة أيضا لم يراعوا نقاط عديدة. أولا هنالك الفرق ما بين مدارس المركز ومدارس الأطراف، إذ ما كانت في محافظة أو في العاصمة العراقية أو بقية المحافظات العراقية. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن نعلم أن هنالك نقص كبير جدا في الكوادر التربوية والتعليمية في المدارس وتحديدا مدارس الأطراف. هنالك نقص أكثر من 30,000 مدرسة، وبالتالي هذا يعطي دلالة على أنه هنالك أعداد كبيرة موجودة في المدارس وفي الصف الواحد. إذن كعملية تربوية هي ليست عملية تربوية مثالية، وبالتالي ستكون هنالك أسئلة بالدرجة الصعوبة التي شاهدناها. نحن تربويين حقيقة منذ عام 2003، لا نرجع حقيقة بالتاريخ قديما، منذ عام 2003 لحتى هذه اللحظة لم تشهد العملية التربوية وضع أسئلة بهذه الصعوبة. وبالتالي هل حقيقة من وضع هذه الأسئلة راعى أولا الظرف
حقيقة ونحن في فترة تموز أو في الصيف وحرارة الصيف وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر وبشكل دائم، هذا واحد. النقطة الثانية نقص الملاكات التربوية والتعليمية وتحديدا في مناطق الأطراف. النقطة الثالثة، هل تعلم أستاذ أنور أنه لحد هذه اللحظة هنالك مدارس أو الأغلب لم توزع المواد المنهجية والكتب المنهجية بشكل كامل للتلاميذ، بحيث اعتمد الطلاب على الملازم التي يصدرها الأساتذة، لكن هذه الملازم لم يراعي وضع الأسئلة، هذه الملازم لم يراعي وضع الأسئلة، النقص الكبير في حقيقة المنهج التدريسي أو الكتب التدريسية التي وزعت على التلاميذ وعلى الطلاب. هنالك حقيقة في كثير من المدارس العراقية يستعان لربما بأساتذة هم ليسوا ذو اختصاص بتدريس المادة المعينة لسد الشاغر الموجود. هل كان في حقيقة وضع الأسئلة أو لجنة الأسئلة وضعت في بالها هذه المشاكل التربوية، هذه المشاكل اللي يواجهها التلميذ أو الطالب العراقي لوضع أسئلة تتراعى أو تتماشى مع الظرف العام؟ لذلك حقيقة فوجئنا نحن كمتابعين للشأن التربوي بصعوبة هذه الأسئلة. نحن تربويين وأساتذة عندما نقرأ هذه الأسئلة نجد هنالك صعوبة، وصعوبة كبيرة جدا. كيف الطالب؟ هذه النقطة. النقطة الأخرى أيضا حقيقة أغلب التلاميذ هم يرغبون بأن تكون معدلاتهم معدلات كبيرة في هذه القضية. نحن نعلم أنه الأخوة في الإحياء أو في التطبيق هم يحاولون أن يصلوا إلى مراحل يا أما المجموعة الطبية أو المجموعة الهندسية، لكن مع هذه حقيقة الأسئلة قد تسرب هذا الحلم الذي يراود أغلب تلاميذنا وطلابنا. ناهيك حقيقة عن الأسئلة التي قدمت أيضا للفرع الأدبي في هذا الموضوع. أنا أعتقد لم تكن هنالك خبرة حقيقية من وضعي الأسئلة، باعتبار كان من المفترض يعني إحدى الحقيقة الامتحانات كان اختيار الأسئلة مركز على فصول معينة وترك فصول أخرى، وبالتالي هذا خلل، هذا خلل بنيوي في عملية وضع الأسئلة. وكثير حقيقة من الأخطاء التي وقع بها واضعي الأسئلة لهذا العام في هذه القضية، نشاهد هنالك حقيقة الصعوبة، نشاهد هنالك التركيز على فصول معينة دون أخرى، وبالتالي نحن نعلم الطالب عندما يقرأ يركز على الفصول الأولى، وهذا ما كنا نحن نعمله عندما نضع الأسئلة لنهاية العام، نركز على الفصول الأولى بنسبة 40 أو ما يزيد عن ذلك 40%، ومن ثم حقيقة نقسم بقية نسب الأسئلة على بقية الفصول الأخرى إلى نهاية الكتاب. ما يحدث الآن تم التركيز حقيقة على الفصول الأخيرة، أهملت الفصول الأولى، وبالتالي هذا أربكة حقيقة تفكير الطالب. هذا الإرباك أيضا قد انعكس على بقية المواد الأخرى، حتى وإن أتت الأسئلة بشكل سهل، لكن الأسئلة التي وضعت بالامتحانات الأولى، وأنتم شاهدتم الخطأ الذي وقعوا فيه في قضية امتحان اللغة العربية، إذ ما كان للفرعين الأدبي أو العلمي. هذه الأخطاء هي أخطاء لا تغتفر، باعتبار نحن أمام مرحلة نهائية. هذا الباب هو الباب الأخير لتلاميذ أو طلاب العراق، ومن خلاله حقيقة يحدد مستقبل هذا الطالب، هل سوف يذهب بشكل أفقي عالي وبالتالي يستطيع أن يحقق طموحه، أم يفشل حقيقة في هذه الامتحانات وبالتالي تسكر أمامه كثير من الأبواب التي كان يعمل من خلال هذه الامتحانات أو وصوله إلى الهدف الذي يبغاه في هذه القضية. لذلك أنا أعتقد يجب أن يكون هنالك معالجة. طيب نعم. سيد، أنا ضمن المعالجة عندي قبلها سؤال، يعني أنتم سيد حيدر الموسوي على أقل خلينا نقول إذا من 2023 سنة كباحث وكتربوي وأكيد مراقب للعملية التربوية، سؤالي عندما توضع أسئلة من لجنة امتحانية سواء هذا العام أو الأعوام الماضية، من الذي يقوم بمراقبة أدائها، ومن الذي يقيم هذا الأداء، ومن يقيم طبيعة الأسئلة، ومن له الحكم؟ يعني هل من المعقول أن تعطى لهذه اللجنة صلاحيات كاملة أن لا يتدخل أحد بعملها حتى لو أخطأت؟ أم يفترض أكو لجنة رقابية تربوية إدارية تحاسب قبلها تراقب ثم تحاسب؟ مو الشكل المبدأ يفترض؟ شوف، أولا
أو أولا الجانب الفني عندما توضع هذه الأسئلة من قبل هذه اللجنة، هنالك لجان فنية مستشارين، وهنالك وكلاء، وهنالك وزير يتابع حق بشكل فني هذه الأسئلة ويناقش الأسئلة مع هذه اللجنة. هذا الجانب الفني داخل الوزارة، باعتبار ما من الممكن أن نعطي صلاحيات بشكل كامل للجنة معينة، وبالتالي لربما هنالك رأي معين هذه الوزارة وعمل منهجي في هذا الجانب. هذا النقطة. النقطة الأخرى أيضا اللجنة التربوية في مجلس النواب العراقي، باعتبار نظام العمل في العراق أو نظام الحكم في العراق هو نظام نيابي. من يرأس اللجنة التربوية؟ خللا والله ما اعرفه، لان حتى هذه اللحظه ما شاهدنا ولا قالوا هذا اسمه. ما راح المدرسه صور نفسه ويا الطلاب، صوروني وانا ما ادري انه من المفترض رئيس او رئيسه اللجنه اعضاء اللجنه ما راحوا. لا يقل يفترض عددهم 15 او 13 اعضاء اللجنه، وينهم؟ يمكن 20. من المفترض والله اسمه دكتور علي شوف لي من اسم رئيس لجنه التربيه والتعليم. نعم، مع الامتحان الاول للبكالوريا للغه العربيه او اللغه الاسلاميه شاهدنا الصعوبه في هذه القضيه. كان من المفترض ان يكون هنالك تدخلا من اللجنه النيابيه في هذه القضيه، ونحن نعلم حقيقه نتيجه الخبره الموجوده انه توضع ثلاثه اسئله، اي يعني معناتها ثلاثه مرشحات لهذه الاسئله، وبالتالي اذ ما كان المرشح الاول اي هنالك صعوبة في هذا الموضوع ويجب أن يكون هنالك تدخلا من اللجنة النيابية، إذا نستعيض بها يا أما بي أو بقية الحقيقة المرشحات الموجودة الأخرى. ثلاثة مجاميع لهذه الأسئلة، لماذا الإصرار حقيقة على هذه التصعيب لهذه الأسئلة؟ طيب نعم، هنالك محاولة مثلا لتقليل. أستاذ حيدر لو تسمح لي، نعم. بارك الله بك، أنا وياه على الهواء مباشرة الطالب علي حسين من طلبة السادس الإعدادي في بغداد. من يتهيأ من يرجع الاتصال؟ قطع الاتصال، رجعوا لي. تمام، من يتأمن قل لي. بس أبو التربية هم يعني أريد تشوفوا لي أبو التربية والتعليم رئيس لجنة لرئيسة لجنة وشم يعني وين أريد صورته هم يعني. إيه سيد حيدر كمل فكرتك بين ما يتأمن الاتصال المتفضل. وبالتالي أنا أعتقد كان من المفترض أن يكون هنالك تدخلا فنيا أو حقيقة نيابيا في هذه القضية، باعتبار لدينا هنالك المعاون الفني أو الوكيل الفني لوزير التربية، وهو المختص بهذه القضية لمتابعة حقيقة عمل هذه اللجان، والمختص أيضا بمتابعة شؤون عملية الامتحانات في هذا الموضوع. كيف كان ردة فعله في هذه القضية عندما شاهدنا؟ أولا كان هنالك خطأ في أسئلة اللغة العربية، وكان هنالك صعوبة واضحة في هذا الموضوع، تكررت هذه الصعوبة. إذا تذكر خطأ يا ريت تذكرنا به، يا ريت تقول لنا. والله ما أذكره ما أذكره، وأذكرت حكيته هسه بشكل مباشر. لكن كان من المفترض أن يكون هنالك تدخلا بالجانب الفني من الوكيل الفني بهذه القضية، ويجب أن يكون هنالك تدخلا نيابيا في هذا الموضوع. وبالتالي لدينا ثلاثة نماذج من الأسئلة تطرح حقيقة نموذجا آخرا بعد التداول. وبالتالي أنا أعتقد نحن قد انتهت الامتحانات، ماذا على وزارة التربية، ماذا على اللجنة النيابية في مجلس النواب العراقي أن تفعل لتدارك هذا الموضوع؟ طيب كمراقب سيد كمراقب، أنت اطلعت هاليومين ثلاث على مثلا تعليق أو تعقيب أو بيان لأحد أعضاء لجنة التربية والتعليم بالبرلمان بخصوص هذه الامتحانات؟ ماكو؟ والله لحد الان انا ما سمعت. ما سمعت لربما قد يكون هنالك تصريح، لكن انا بالنسبه لي ما سمعت هذا الموضوع. كان من المفترض ان يكون هنالك تدخلا، لكن نحن نبعث برساله للاخوه في اللجنه النيابيه، باعتبارهم المراقبين وهم المشرفين على عمل وزاره التربيه، باعتبارهم يتابعون ويراقبون عمل الحكومه العراقيه الجهاز التنفيذي، وبالتالي وزاره التربيه هي جزء من الجهاز التنفيذي هذا، وهم الجهه التشريعيه والرقابيه. اذا يجب ان يكون هنالك
هنالك تداول، وهذا التداول لا يقتصر حقيقة فقط ما بين لجنة التربية وما بين وزارة التربية، يجب أن حقا يعمم هذا ويكون نقاش في مجلس الوزراء ويكون هنالك نقاش في مجلس النواب العراقي من أجل وضع حل وتدارك حقيقة للمشاكل التي وقع بها أبناؤنا. أنا حقا متابع أغلب التلاميذ ما كان بالفرعين العلمي بقسميه وكذلك الأدبي، هناك كثير من الطلاب الذين تركوا حقيقة الامتحان وأجلوا كثير من الامتحانات. تمام سيد، إذا تسمح لي سيد حيدر الموسوي، وياي الطالب علي حسين. أخ علي السلام عليكم. وعليكم السلام. جيبنا سوي يا زلمة وخروحتني. اليوم انشاء انه اكو تسريب باسئله الفيزياء قبل الامتحان. نعم احكي لي. الاسئله تسربت اول شيء مو قبل الامتحان بساعات مثل ما يقولون. الاسئله تم تسريبها قبل ايام. ايام؟ اوكي. قبل ايام موجود، يعني تم تسريب الاسئله بتاريخ 10/7 تحديدا الساعه 12:45 دقيقه. قبل 3 ايام. اي وتم تسريبها بالنسخه اللي امتحنا بيها واللي مكتوب بيها الرقم الامتحاني واسم الطالب. يعني الاسئله هي وين تسربت؟ وين تسربت؟ يعني وين تسريبها؟ تسربت على قنوات التليجرام. اكو قنوات معينه؟ اي نعم اكو قنوات معينه. تقدر تذكرها؟ والله الاسم ما حافظه، بس انا يعني سبق وعن تسجيته للاخوان. تمام. يعني اذا وتسريب هذه الأسئلة اليوم جتكم الأسئلة نفس ما تم تسريبها قبل 3 أيام. نفس ما تم، وأصلا يعني أكو بعض الأشخاص نشروا صور أن الأسئلة أصلا تم تسريبها من قبل 5 أيام، يعني مو قبل 3 أيام. بس أنا اللي شفته عندي بجروبات اللي موجودة في تليفوني الأسئلة تسربت بتاريخ 10/7 تحديدا الساعة 12:45 دقيقة. فقط أسئلة الفيزياء؟ أكو أسئلة أخرى تسربت خلال هالأيام؟ لا فقط أسئلة الفيزياء. بالضبط إجت بالضبط 100%. بالضبط 100%. هي الأسئلة، يعني هي الأسئلة بالضبط. طيب أنت كطالب تفاجأت؟ يعني أنت جت شلون تعاملت؟ أنا ما كنت أدري لأنه استاذ، يعني أنت ما كنت تدري متسربه. أنت ما كنت تدري واستاذ الطالب ما يقدر ينساق ورا هذه الامور بحكم هو عنده يوم ونص. فيعني الطالب بيوم ونص يلحق يكمل ماده مكونه عدد صفحاتها 150 صفحه ما عدا المسائل، لو يقعد يشير بامور التسريب وامور المسربات وامور. طيب الاسئله كانت صعبه لو سهله؟ الاسئله لا زينه، يعني مقارنه باللي شفناه بالكيمياء والرياضيات، يعني اسئله أصعب امتحان مر عليكم؟ أصعب امتحان الرياضيات والكيمياء. يعني الرياضيات كان أكو دمج، بس الكيمياء يعني الأشياء محذوفة يا أستاذ أنور، الأشياء محذوفة جاية بالامتحان. زين يعني طالب شو يسوي؟ مادة الأحياء همينة كانت. كم امتحان بقى عندكم؟ الإنجليزي وشنو بعد؟ إن شاء الله بس الإنجليزي. إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً موضوع الفيزياء يعني شفت الأسئلة نصاً يعني متسربت أستاذ أنور على نسختين. النسخة الأولى كانت يعني مخربطة، إن السؤال الأول بالثالث، الثالث بالرابع، لكن النسخة الثانية اللي تسربت هي اللي امتحنا بيها. هذا رأيك؟ لو رأي أنت شلون عرفت إنه هاي متسربة؟ يعني هم قالوه الطلبة بعدين؟ لو موقف الأساتذة إيش قالوا؟ مراقبين إيش قالوا؟ الأساتذة يعني المراقبين قلت لك ما حد كان يدري، لأنه يعني هي مثل كل سنة أكو بعض القنوات مثلاً شو مثل ما نقول تروج لنفسها إنه ها تم تسريب الأسئلة وتعالوا انضموا لفلان قناة وإحنا سربنا الأسئلة. فيعني الطالب ما يهتم لهذه الأمور، لأنه يعني يوم ونص قلت لك يعني شي لحق يكمل المادة. لا حقيقي هاي الامور. تمام. انا اتمنى لك التوفيق يا علي، والله يبارك بيك والاستاذ علي حسين او الطالب علي حسين، بارك الله بيك. شكرا لك. بنص دقيقه سيد حيدر لان خلص الوقت، تعقيبك حول تسريب الاسئله. اي يقول لك قبل 3 أيام متسربه واليوم طلع الصحيح. انا اعتقد يعني بالامتحان الأخير لمادة الفيزياء وهذا التسريب، وأنا أضم رأيي لرأي التلميذ أو الطالب حقيقة باعتبار
هذا العام لم نشهد هنالك تسريب كما حدث في العام السابق للأسئلة، وبالتالي لا توجد هنالك معيار ثقة في هذه القضية. ربما أهمل حتى هذا التسريب، أهمل بهذه القضية، لكن هذا يعطينا إشارة أيضا حقيقة كبيرة جدا كيف تم هذا التسريب، وأيضا هذا ضعف أيضا بإدارة عملية الامتحانية تسريب أسئلة، وهنالك سابقا كان هنالك تسريب. إذن هذا خلل واضح، خلل بالإدارة، خلل بالمتابعة، خلل بمن يرعى العملية الامتحانية سيد في هذا حيدر الموضوع الموسى، وشكرا أيضا جزيلا. بنفس الوقت نحتاج أيضا إلى متابعة ومحاسبة إلى هذه الأشخاص. أنا أشكرك وبارك الله بيك، بس أريد أقول جيب لي كاميرتي هنا. شكرا لك. بالأردن قبل سنوات الملك عبد الله من تسربت الأسئلة لمديرية الأمن العامة كلها طلعت وشالتهم بساعات وصارت فضيحة كبيرة. احنا ثلاث ايام تسرب اسئلة الفيزياء وما حد يدري، قرة عين وزير التربية والوكلاء وخاصة الوكيل الفني. مع السلامة. الساعة 9 حمداني راجع بالتشاو 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 صوت لاعبهم وما قد غاوي سكتون. الساعة 9 حمداني راجع بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 انور كاشفهم صوت لاعبهم وما قد غاوي سكتون. حتى الظالم صوت المواطن بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 صوت المواطن يتحدى الظالم وما قدر.